بسم الله الرحمن الرحيم. الله بالخير عليكم، وإن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة ورحمة من أرحم الراحمين. هذا الفيديو أريد أقول لكم، أريد كل واحد من عندكم يغمض عينه ويتخيل نفسه أنه هو أستاذ بالجامعة. يتخيل أنه شلون الطلاب يدخلون وهو أو هي دا تشرح للطلاب المادة مطلوبة. فخلال الشرح تلاحظون أكو واحد طالب أو طالبة، هاي الطالبة جدا 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 دقيقة، كل شيء اللي أنتوا دا تحجوه هي تكتبة. طبعا أنتوا ما راح تلاحظون من أول يوم، بس خلال المحاضرات كل شيء اللي أنتوا دا تقولوه هي تكتبة دائما، هي on time. يعني الحصة تبدي، حتى لو تبدي ساعة 8 الصبح، هي تكون 8 إلا ربع موجودة وين؟ قدام باب الصف، كتبها وياها، الملزمة وياها، أقلامها مرتبة. وإنتي شو تطلبين منها كأستاذة؟ أي شو تطلبين من الجميع؟ طبعا إنتي ما راح تطلبين منها خاص، من الجميع تطلبين منها هي دائما on time. حتى الواجبات اللي تطيها اياه، مثلا تقولي لها due date، يعني الواجب شنو due date؟ يعني خلال 4 أيام تقدرون تسلمون اياها، هي تكون ثاني يوم جاهز عندها وتطيك اياه. هاي الطالبة جدا مجتهدة، واذا غلطت ويا احد من الطلاب او غلطت يعني عصبت او رأسا تتسامح، سامحيني مس دكتورة أو أستاذة، سامحيني أنا آسفة غلطت، فظيعة. إجي يوم الامتحان وإنتي شارحت لهم سويت اللي عليك، إجي يوم الامتحان قدموا الامتحان، هاي الطالبة رسبت بالامتحان. فأني أريدكم هسه تفتحون عينكم وترجعون وياي، شنو راح تسوون لما أنتوا تلاقون هذه الطالبة المجتهدة على مدار السنة، وكل ما تغلط تصلح الغلط وتسوي واجباتها وتسوي اللي عليها، بالامتحان رسبت، شنو انت راح تسوين؟ أنا متأكدة 90% أو أكثر من عندكم راح يقولوا لي يا أما نعيد لها الامتحان، يا أما ننجحها، يا أما نعطيها فرصة ثانية. مو 90%، خلينا نقول 100% صراحة. إذا سألتكم ليش، شو راح تجاوبون؟ جاوبوني. راح تقولون لي انه خطيه فرح، هي طول السنه مجتهده، وهي طول السنه عدل، ولما تغلط تسامح، ولما قاتله نفسها فظاعة، بالامتحان جتي مر رسبت، معقوله راح نرسبها؟ انا اريد اقولكم لله المثل الاعلى، لما رب العالمين يشوفكم دا تحاولون توقعين وتقومين، تغلط وتصلح الغلط، حاط سيستم معين، هذا السيستم بيه استغفار، بيه قراءة قرآن، بيه إحسان للناس. لما تيجي تريد تحكي على أحد غيرك وانت تعرف بهذا الحكي يمكن يفيدك بشغلة، يعلي مرتبك، بس تسكتين. ليش تسكتين؟ خوفا من الله، اغتياب. لما تجين تريدين تحكمين على أحد، صار موقف قدامك تريدين تحكمين بقلبك على أحد، تكونين رأسا تدعين لهذا الشخص ربي اغفر له وارحمه، خوفا من الله، لأن تريدين أمنياتك تتحقق بالدنيا وبالآخرة. لما تجين زوجك شاكة بي أو ابنك أو أو أو، وعندك فرصة تتجسسين وتمنعين نفسك عن التجسس، وتعرفين انت بهذا التجسس راح تحصلين شيء، خوفا من الله. لما تجين عندك علاقة غير مشروعة، يعني هو الولد ما حاج فيه أهلك أو خاطبك، على الأقل كلمة حاجزك مثل ما احنا نقول بالعراقي، وتمنعين نفسك تحكين وياه، لأنه تذكرين قول الله تعالى لا تقربوا الزنا، تقربوا، خوفا من الله.
لما تسوين هاي الأشياء خوفا من الله، تقومين قبل الفجر تستغفرين، تدعين، تحجين ويا الله، أي شيء تسوي تتوقعين رب العالمين الدعاء ماتش ما راح يستجابه، راح يقول لا هذا الدعاء مو خير إليك، هذا شر. معقولة؟ هو رب الخير والشر يسوي خير. تتوقعين ورا كل هذا السعي اللي تبذليه لوجه الله حتى توصلين للهدف اللي تريدي في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، والله دا يشوف قلبك ودا يشوف محاولاتك ودا يشوف إصرارك ودا يشوف جيتي انت ميتة جوع وتقدرين تاكلين كل الطاولة قدامك بس وقفتي أكل، لأنه تذكرتي قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه يحل عليكم غضبي، خوفا من الله. تتوقعين كل هذا رب العالمين ما راح يستجيب لك؟ إذا أنت بني آدم وإذا أنت بني آدم وعدنا يمكن عشر، يعني شنو أقول لكم، واحد بالمليار من رحمة رب العالمين، وأنتوا كأساتذة أستاذ بني آدم، البني آدم مرات عنده غل وعنده حقد وعنده حسد، كل حسد من كله ومن الشيطان. لما تشوفون هذا الطالب مجتهد ويجي يرسب، أنتوا قلتوا بلسانكم أنه مستحيل الرسبة وننجحها وننطي فرصة ثانية، فتتوقعون رب العالمين الكريم الرحيم لما نشوفكم تسوون كل هاي الأشياء تدعون ما راح يستجيب، وحتى الشيء مو زين لكم راح يسوي زين؟ ما ظنكم برب العالمين؟ هذا هو ظنكم رب العالمين؟ مستحيل، واني متأكدة قلبكم يقولكم مستحيل. بس ليش احنا عندنا شوية خربطة؟ تعرفون ليش؟ لأنه احنا ما مسوين كل هاي الأشياء لوجه الله تعالى. لا احنا مبطلين اختياب، ولا احنا مبطلين تجسس، ولا احنا مبطلين حكم على الناس، ولا احنا مبطلين كذب، ولا احنا مبطلين غيبة. فبما انه احنا ما مسوين هاي الأشياء فطبعا رح يكون عندنا شك باستجابة الدعاء، رح يكون عندنا شك برب العالمين حاشا لله. بس صدقوني لو أنتم مجتهدين مثل هاي الطالبة مستحيل رب العالمين رح يرسبكم، مستحيل والله، لو اللي تريدوه بسابع مستحيلات ليجي يمكم ويصير بطرفة عين وتقولون شلون يجي صار، لأنه هذا هو الله. احنا دا نتعامل ويا رب كريم رحيم، لما ما يستجيب ولما نتأذى في حياتنا لا سامح الله الخلل مو بي حاشا لله، الخلل بينا. مثل لو هاي الطالبة ما تقوم بواجباتها وما تجي للدوام واواوا ترسب حال الباقي ترسب، بس إذا هي قائمة بواجباتها مستحيل ترسب، حتى لو رسبت رح الأستاذ ينجحها. وهذا هو سيستم الحياة، هاي من كرم رب العالمين ومن عدل رب العالمين ومن رحمة رب العالمين. أتمنى تكون الرسالة وصلت، شكرا لكم وفي أمان الله.